عيد ميلاد. ميلادك؟ اليوم اللي انا جاي مين سفر وبعد كان عيد ميلادك؟ طب هو 10 10 عيد ميلادي يا عم، ايه طيب؟ أجله عشان أنت مسافر. تأجله؟ ما شاء الله. أنا جبت التورتة دي من الحايس ب 50 جنيه. من مين يا أخويا؟ من الحايس اللي على آخر الشارع. حايس؟ أه. والله أنت حاسس نافخ. أنت مفيش في دماغك حاجة. أنت عايشها كده. ده هو ده عيد ميلادي، هو عايش عشان عيد ميلاد. مين دول بقى بس ما شاء الله؟ مين دول؟ دول صحابي نايمين من اعدادي، زوسر احمد ومحمد. يا هلا حبيبي. وايه الفرق الشاسع اللي بينهم من بعض ده؟ قوم يا دقف يا قوم واقف. اسمك ايه بقى؟ محمد. ما شاء الله يا عمار. قوم يا حبيبي اقف كده. انت جايب الشورت عيد ميلاد؟ مالكوش على خالص كده من دماغك كده فاضيه. بس سيبك بس من الكلام ده، يلا نطفي الشمع عشان بس ايه اتكل على الله. طفي الشمع. طب طفي على الشمع وصمت. طيب طفي يا طفي يلا حبيبي طفي وصمت. طيب وصمت. طيب وصمت. طيب وصمت. طيب وصمت. طيبين يلا يلا انت بقى بره. يلا يلا. طب والتورته ده؟ يلا التورته دي يلا يلا. عايز حته خدها. خد يابا حته يابا. خد يا حبيبي. خد يا حبيبي. خد يا بابا. خد يا حبيبي حته. خد سيارات اصحابه بقى. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. تعالوا تعالوا ما تطلعوش. تعالوا 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 نطلع انا معايا. ده السهره ده حلو عليكم ان شاء الله باذن الله. مش انت بقى كفته بتسهر معاه بره في القهوه طول الليل؟ انت ولا مش انت؟ مش انا. انت بغسل وشك ولا ايه؟ تعالوا على ايه؟ انت بغسل وشك ولا ايه؟ انتوا الموضوع بهزار. مش انت بتسمع معايا حد يا ابني؟ عيد ميلاد واصحابي جايين. ايه اللي يظهر في كده؟ يا اوعى ماشي يا بابا. تعالى اغسل وشك. اغسل وشك. اغسل وشك يا عم. اغسل وشك. وانت يا بابا يلا اقعد 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 اقعد. ايه مفيش حد هنا في البيت يقول لك لا يا ستي؟ ماما راحت السوق. ماما راحت السوق. سوق؟ اه. طب اغسل. انا هحكي لك. انا هحكيها لك بايدي ان شاء الله كده. ليه طيب؟ عشان الغل اللي انت فيه ده. يا دي يا بلدي نعيدني. انا عندين البارد. ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده بص استغفر الله العظيم. اوعى يا عم. يلا